العرس قرار مصيري ياخذوه زوز من الناس على أساس أنهم بش يتعاشروا مع بعضهم تحت سقف واحد. في العادة يكون قرار العرس قرار ثنائي بعد تجربة طويلة في الحياة. قد تنجح هذه التجربة وقد تفشل. هذا هي محور حديثنا مع صديقنا محمد أمين. أهلا سي محمد. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك. تفضل محمد. أي محمد. تفضل. محمد أمين مرحبا بك في برنامج عندي ما نقول لك. قداش عمرك محمد؟ 18 سنة. 18 سنة حتى نتعرف على حكايتك أكثر تشاهد معايا هذا التقرير. سنين الطفولة والمراهقة سنين حلوة يتذكرها الواحد منا وقت يكبر ويعمل عائلة ويقول يا حسرة على أيام زمان. محمد أمين ما استناش حتى يكبر وينضج أكثر. في عمره 18 سنة تعرف على بشرة وبعد بشهر عرس بها من رغم اللي أمه ما وافقتش. خبرة محمد أمين القصيرة في الحياة خليته يستسلم لكلام أمه ويرفع قضية طلاق ببشرة اللي خليته ومشيت بعد ما وصل لضربها في الشارع. وقت اللي يتكلم محمد أمين على بشرة يحكي ببراءة طفل صغير فقد حاجة عزيزة عليه يحب يرجعها ويعيش معها تحت سقف واحد ويقولها نحبك وما نجمش نستغنى عليك. سي محمد أمين يا أخي قديش عمرك؟ قلت لي قبيلة 18 سنة. وعرست ببشرة في العمر هذاك. وحبيتها بشرة مقتنعة بيها. حبيتها. عرفتها قديش عمرك بالضبط؟ ما عرفتها قريب نكفر 18 سنة. يعني قبل 18؟ قبل. عرفتها ضبطها معايا للبلاد غديك مشيت لدارنا قلت لها مراي لقيت بنية باهية ونحبها نحب نعرس بها. بابا مقتنع بالموضوع. أمه يا أخي كلمت علينا الشرطة الليلة هذيك. رأس الشرطة تحصر فينا وشدونا أنا وياه. معناها كان عندي خالي معناها فسالك هالي زعما مشينا. وقالت هزيت بايتناها في الوتيل عندي صاحبي الواجيست جاري هو هزيت بايتها في الوتيل ومن غدوك عملتك وخلطت لتونس غاديك جينا لهنا قايدنا صداك بغير دارنا نحن ما يعرفوا. قلت لهم باي الحكايه ذي راني نسيتها سيء. انت كيفاش عرفتها في ساعه وطلقتها في ساعه؟ ما زلت ما طلقتهاش نعمت فيها قضيه طلاق. اي فما قضيه جاريه. فما قضيه. عرفتها انا ما مشني شاهي باش نطلقها معناها راه أمي هي اللي خلتني باش نطلقها بالسيف. هي قداش عمرها محمد أمين؟ 22 23 هكاك. 23 سنة. أكبر مني. أكبر مني. وهي شنو هي موقفها من الحكاية؟ هي من دون مقتنعة أمورها واضحة وكل شيء، عرسنا لهنا وروحتني فهمنا باش على دارنا أنا باش ما يشرقوش. روحتني غاديك جتني بعد هي معايا باش تمشي معناها جينا لتبارك. وقت جينا لتبرقع حبسنا في البلاد عندي في نفزة فما بوليس راني قاود بيا الأم. جت أم غاديك المركز الشرطة تعركت هي وياها طردتني أنا وياها ولا هم ركبوها الشرطة وروحت بقيتني صافي في أموري معهم. قالت لي حاجة وحيدة باهي تنسام حكا ما طلقها. سمعت كلامها مشيت للمحامي عملت هي قضية طلاق وكل شيء. طب أنت عمرك 18 سنة قانونيا تنجم تعرس؟ أي قانونيا. في القانون عندك حق تعرف من غير اذن ابوي ولا عائلي. لا عندي حق. وشنو هو موقف دار بشرى من العرس؟ في بالهم ولا ما في بالهم؟ هم زاد ما في بالهمش من الاول. بعد عرفوا هم مقتنعوا دارهم مقتنعين هم. انت علاش عرست من غير لا قلت لداركم ولا هي قالت لدارهم؟ علاش؟ والله خاطرني مشيت قلت لدارنا قلت لك ما وافقتش هم عرست لي في مركز الشرطه. كيفاش في مركز الشرطه؟ كلمة وقت مشيت قلت لها راه فما بنيه نحبها ونعرفها نحب نعرس بها. قالت لي كيف عملت هكا كلمت علي رئيس مركز راست لنا الشرطه تحصر فينا الليله هذيك شدونا هزونا للمركز. معناها قالنا رئيس منطقه رئيس مركز تو نكلم عليكم رئيس منطقه ونوقفكم.
معناها يحرس مسلكنا بالسيف مشيت بايتوها في الوتير غاديك ومغدوك وليت خلطت عليه لتونس وعرسنا لنا. انت تخدم اي عندك مورد رزق؟ نخدم في الفلاحه مع الدار. في الفلاحه؟ اي. ما انت عندك مش تعيش عائله؟ بالطبيعه خليني ما قدمت عرست عليها لما نعرف روحي اني معناها نجم نعيشها. يعني عندك مورد رزق، تنجم تجيب صغار، تنجم تكبر صغار، تقريهم، توكلهم، تشربهم، تلبسهم. امورك واضحه. اي بالطبيعه. رغم صغار سنك اللي هو 18 سنه. اي. اليوم شكون استدعيت؟ استدعيتها هي يعني. بشرى. بشرى. شنو باش تقول لها بشرى لو كان جاي؟ باش نقول لها تسامحني خاطرني ضربتها في الشارع. ضربتها؟ ضربتها في الشارع والعباد تلمت والشرطه والدنيا. معناها علاش ضربتها في الشارع؟ امها هي اللي حرشتني باش نضربها. اش قالت لك؟ قالت لي شد صوتها تو. علاش؟ معناها قريب بنيه مش باهيه ولا سيرتها مشومه وكيفاه وما نعرفش شنو شد تو ضربها. وليت يعني لطاح لدزوه. قالت لك امك شدها في الشارع اعطيها طريحه. قالت لي اعطيها طريحه خلطه. لقيتها في الشارع اعطيتها طريحه بلطختها وروحت. اي كنا عند عبد المنافذ وقت هبطنا من عند عبد المنافذ. اي انت كيفاش تعمرت ديريكت عليها معناتها الطفله؟ عمرتك امك مشيت ديريكت ضربتها؟ عمرتني راهي سيرتها مشومه راني ريتها مع فلان راهي سالت عليها تعقدت. ما ثبتش انت؟ ما ثبتش اني. فاعطيتها الطريحه؟ اعطيتها ضربتها. كي ضربتها ايش صار؟ ضربتها وجت الشرطه. فانه اللي زعما حبت هي تعمل قاضيه يا اخي قالوا لها مركز الشرطه سايب عليك كل شيء حبيتني ما خلتهاش تروح الوقت هذاك حزتها في مركز الشرطه قلت لها مش باش تتحرك من هنا مرتي هذه باش نروح بها قالوا لي هاي يومك مش قابلتكم قلت لها انا عندي فين باش نسكن بها مالي وما لهم هي قالت لي ما نروحش معاك سيبتها قلت خل تمشي تو تعصابها تريق نكلم فيها باتصال مره مشيت لدارها طلعت لها زوز عدل المنافذ عملت لها تنبيه بوها ما انا من الاول ما في بالهوش من بعد حكيت لها الحكايه كل شيء. انت مقتنع ببشرى تحبها ولا؟ مقتنع بها كان ما نحبهاش. تحبها والا لا؟ نحبها. اي نحبها. تحب؟ نحبها. اذا كان جات الليله شنو تحب تقول لها محمد امين؟ باش نقولها رانا نحبك ومعناها وتسامحني على اللي عملتها في خاطر ظلمتها برشا انا. ظلمتها وهنتها برشا وهي زاد ظلمتني برشا. كيفاش؟ ظلمتني برشا هي معناها ناي باهي معاها وتقول لي على حاجه ما نقولهاش ليه وهي مره تكلمني وتقول لي هاو معايا صاحبي واش معناها؟ كيفاش صاحب؟ معناها عندي صاحبي يطلقني باش ناخذه. هي تكلم فيك لا مات وتقول لك عندي صاحبي باش ناخذه؟ اي وانت انت باش تاخذي صاحبك علاش معرسه مالا بيا انا وموافقه وتجري من الاول وفارحه. وانت بالرغم اللي هي عندها صاحبها ما زلت تحبها وتحب ترجع؟ ايه ما حكايه كذبه خاطرني معناها شفت وتبعتها ما لقيتها امورها واضحه ما عندهاش حكايه هذي. تهرب فيك وبرا معناتها؟ تهرب فيا. ايه معناتها تحب تهرب فيا. هكا تبعدك معناتها؟ تحب تبعدني. وانت تحب تزيد تقرب؟ وني نحب نقرب لها. واضح. على كل ان شاء الله محمد امين الليله نوفق في انه بشرى تكون باذن الله موجوده لنا في الاستوديو. الليلة محمد أمين جاء البرنامج عندي ما نقول لك عمره 18 سنة اختلف هو زوجته وتعارك معها ضربها زوجته عمرها 23 سنة يبدو لي أنه الأم دخلت في حياة محمد أمين وزوجته بشرة جاي الليلة يحب يطلب منها السماح ويقول لها راني غلط وباسم الحب فقط يحب الليلة يرجع زوجته بشرة. اللحظات الحاسمة مع الزميلة سميرة المقرون. سميرة مساء الخير. مساء النور. ما الجديد عندك سميرة في الاستوديو؟ نعمل سسبانس ولا لا؟ كيف تحب انت على راحتك. انا استنيت بالطبيعه الانفيتي نتاعنا برشا وتوا موجوده بحضنا. ايوه ليه؟ بشرى مرحبا بك. مرحبا. بشرى صبري عمرها 23 سنه. ايه. شنو تعمل في الدنيا بشرى؟ نخدم في اورانج. تخدم في شركه نتاع اتصالات معناها؟ وين تعيش؟ تعيش في تونس في العاصمه ولا في بلاصه اخرى؟ بور لما نعيش في تونس. معرسه ولا حسباء؟ معرسه. معرسه على باب الطلاق. باهي. داركم موجودين في تونس ولا تعيش وحدك؟ لا ولا لا تعيش لا. نعيش مع كيريا مع ثلاثه بنات. وحدك معناها؟ ايه. باهي. وتعرف انت اللي فما شكون اللوطه مستدعيك؟ ايه. فماشي عبد تشك فيه؟
عندي شكون نشك فيه ما الله أعلم. فما شك معني. فما شك بطبيعة الحال. وتحب تتأكد. ماذا بيا؟ بينا مش نطول عليك، شو خليك تتفضل مع محمد يوصلك اللوطة باش تكتشف. بشرى مرحبا بك. مرحبا بك بشرى. مرحبا بك بشرى في برنامج عندي. ما نقول لك يظهر لي فيك بشرى شك، شكون اللي مستدعيك ولا مستدعيتك البرنامج عندي؟ ما نقول لك الفيلا، عندك شك والا لا؟ بطبيعة الحال. اه؟ اي. باهي شوفوا بعض المؤشرات ومن بعد كل مؤشر يزيد يقربك والا يبعدك من غير ما تقول لي في شكون اتخمم. شاهد معي المؤشر رقم واحد. طب بشرى قالوا القوي ساعدك، قالوا تو قالوا القوي ساعدك، قالوا تو قربك والا بعدك؟ هذا بالعكس بعدني. بعدك. هذا شوفوا المؤشر رقم اثنين. طب بشرى شنو اللي نجم يقتل محب؟ شنو اللي نجم يقتل المحب؟ نجم يكون قلة الاحترام، الخيانة، ماشي. هذا قرب وإلا بعد؟ هذا بريسك قرب لي شوية. بريسك قرب لك. نشوفوا آخر مؤشر. بشرة في العادة تواجه مشاكلك ولا تهرب منها؟ في العادة تواجه المشاكل نتاعك وإلا تهرب منها بشرة؟ فما مشاكل هربت منها وفما مشاكل واجهتها نورمال، فما حتى مشكلة. همش نوريك الشخص الآن اللي استدعاك في برنامج عندي، ما نقول لك وقل لي هو اللي تخمم فيه نعم أم لا. بوش بلوتو مش اللي تخمم. هذا هو الشخص اللي تخمم فيه والا لا؟ هذا اللي كنت حاطته 100%. اللي هو متأكدة. اللي هو شكون الشخص هذا؟ الشخص هذا راجلي زوجك. ايه. محمد امين. ايه. كنت تحكي لنا حكايتك مع محمد امين، شنو هي بالضبط؟ باهي محمد امين تعرفت عليه. ديما الاول يكذب عليا في برشا حاجات، عندي فلوس، عندي دارنا، درا شنوا، وافقت من الاول انه باش يكتب صديق عليا من غير ما وافق بدارهم. بعد اول نهار من اللي كتبت صديق مشينا للوتيل. مشيتو؟ لوتيل. اه لوتيل. ايه. اول حاجه كذب فيها باش يجيني ولد عمي باش يجيب لي فلوس، ما جايب له حتى شيء. باهي حسيلو حطني في موقف عمري ما تحطيت في حياتي. موقف شنو؟ واحد تخيل انت انسان داخل لوتيل ما عندوش فلوس وناوي باش يبات مع زوجته، شنو هي الموقف هذا؟ ما عندكش فلوس. هذا نهار من بعد بريسك بعد بليله من كاتبين الصديق. يعني ما فوقوش باش يخلص لوتيل. ايش اول حاجه هذا؟ باهي عمل عركه مع مولا لوتيل، قال لهم بيتك وغدوة تجيب لي الفلوس، عمل معها عركة. من بعدها وقف. انتوا من اي ولاية؟ انا نتبع ولاية بيجا. بور لهم معناتها. هو؟ هو زدا يتبع ولاية بيجا. اه ولاية بيجا، معناتها عرفتوا بعضكم في بيجا؟ لا لا في تونس. اه عرفتوا بعضكم في تونس. اي. وهو دارهم في تونس؟ لا لا في نفزة. في نفزة، في ولاية بيجا. وانت داركم وين؟ انا توكا في تستور. اه في تستور دارنا. والنزل اللي مشيتوا له وين هذا بعد العرس؟ في تبرقه. في تبرقه. باهي اي صار وعرفتوا بعضكم في تونس. اي. العرس جاء بعد قداش وقت من اللي عرفتوا بعضكم؟ بريسك جمعتين.
يعني تعرفتوا عندكم جمعتين قررتوا مش تعرفوا. جوز فماء. حب كبير هذا. اي. ما هوش حب كبير بالعكس. مالا شنو؟ انا نادمه تو كارتني قسما بالله نادمه اللي كوني عرفته من اصله. ليش؟ خاطر ما خليش حتى حاجه كي باش تخليني نعزو حتى هكا ربع المعزة. انسان سامحني معرس ما عندوش بريسك شهرين يعمل في مرته برشا عمايل عملها في منهم مثال مشيت نهار باش نمشي نصح في اوراق نتاع طلاق تفهمنا على طلاق وكل شيء بعد ما كملت صححت في وعندي معناتها شاهد قبل بشرى ونوصلوا للطلاق سامحني ساعة هو مازال صغير شاب يعني عمره 18 سنة. سامحني شنو هو اللي خليك تقبل باش تعرس بيه انت من الاول؟ حبيته علاش خديته انت؟ انا مثال من الاول ما كنتش نعرف اللي هو عمره 18 عام. كيفاش قال؟ قال لي عمري 23 23. اي كذب عليك في عمره؟ كذب عليا في عمره، كذب عليا شنو يخدم؟ هو قال لي نخدم عندي لواجيت. قال معناتها يخدم في الفلاحه يورني جده خلال وراضي ولا شنو يخدم؟ لا لا ما عنده لباس حتى شيء. أه؟ ما عنده حتى شيء. ما عنده حتى مورد رزق؟ ما عنده حتى شيء. ريت هو ريته توا يخفي مصروفه من عند امه. باهي عرفته بعد 15 بعد جمعة. اه. بعد 15 يوم عرسته. مشيتوا للوتيل. في الوتيل ما عندوش فلوس باش يخلص. ايه هذه أول حاجة. تعارك هو مولا الوتيل. هذه شنو اللي صار؟ خلص ولا ما خلص؟ لا. خلي لي بطاقة تعريف نتاعي مرهونة في الوتيل. خرجتوا من غادي؟ اي خرجت. وين مشيتوا كي خرجتوا من الوتيل؟ مشيتوا لتونس ولا النبزة؟ لا انا هبطت لنبزة انا هبطت لتونس وهو قاعد في نبزة. يعني بديت من غادي المشاكل بعد 15 يوم. بديت من غادي المشاكل. من نهار الوتيل هذا؟ اه. ما عمركم ما سكنتوا مع بعضكم؟ لا. ما عشتوش مع بعض؟ لا. ما عشتش معاه حتى نهار. شوف هو الحكاية بشرى ما حكاهاش كيما هكا. سأكون معك واضح صريح. هو قال أنه بعد اللي خذاك عن حب يحبك حب متبادل أنت تحبه هو يحبك وقال أنه عنده مورد رزق عنده فلاحة يخدم ما يعيش عائلة ما يقري صغار ما يوكل ويشرب ويلبس. علاش أعطاك تريحة في الشارع؟ خاطر تقابلت أنا وأمه في ساعة في مركز الشرطة قالت لي نمشي ونعملوا الاوراق نتاع الطلاق ومعناتها نتفاهموا على كل شيء. قالت لي انا راني ما عنديش باش معناتها ننفق عليك خاطر هو ما عنده حتى شيء اذا كان باش تطلب نفقه ولا اي حاجه راك باش تاخذها من عندي انا. مشيت انا وياها حطيتش البيرو نتاع العدل المنفذ صححت على الاوراق مازالوا اوراق ناقصين قال لي ابعثهم لي بارفاكس. انا هابطه حسب رايك انت اذا انسان يعمل حاجه كيف ما كاين مرته تلقى قدامك برسك 20 طفل ولا 30 طفل والكلهم اللي صحاب. اللي صفق وهذه مرتك اللي خذيتها وبرشا برشا برشا كلام اخر ما نجمش نقوله. هو اللي جابهم بالعاني معناتها؟ اي هو اللي جايبهم. يرجعني سي ابراهيم العبيدي هذا عدل المنفذ يرجعني للبيرو نتاعو الفوق بعد ما ضربني وبعد ما فك لي ساكي رجعني للبيرو الفوق وكلم معناتها مركز الشرطة باش جاو هزوني. معناتها 20 شخص يستناو فيك. اه. وهو ضربك قدام. ايه. محمد امين طلبت منا باش يجيبوا لك زوجتك بشرى اللي انت كاتب عليها صداق قانونيا. هاك سمعت وجهة نظرها اش عندك ما تقول لها؟ صحيح احنا ضربتها مش ما ضربتهاش اما الاولاد قال جابهم هو غالطه الاولاد نحن وقت الهابطين من بيرو عاد المنفذ ورو العركه معناها جو تلموا ما انكرتش اني ما ضربتكش وحكيت انت كي معناها ما حسكش بيا وانك تعرفي قداش من مره تعركتني وام على خاطرك وتكلم فيك العباد تقول لك انا مع البنات في طبرقه تصدقي فيهم وتطلبي فيا تعملي لي في المشاكل وهالما نعرفش شنو اي نضربتك صحيح وما استعرف بغلطي ضربتك ومعناها سامح مش نكذب عليك ضربتك اما حكايه الاولاد جبتهم كيفاش جبتهم وانا وياك هابطين مع بعضنا من بيرو عدل المنفذ وقتاش جبتهم وقتاش مشيت وجبتهم ني محمد امين
نعم حسب اللي فهمته تقريبا. بخلاف حكاية الضرب هذه اللي صارت انه فما مشاكل اخرى بيناتكم الزوز يا محمد امين. انا ما عندي معها حتى مشكلة، ديما نعرك في يوم على خاطرها هي. مثال بشرة سامحني كان انا غلط وصلح لي. معناتها حسب رأيي انا المرأة تقول لك انك انت كذبت عليها على عمرك، قلت لها 23 سنة وانت عمرك 18. لا في بالها يا محمد امين، يا محمد امين محمد امين فضل. نكمل ومن بعد نعطيك الكلمة. وحاجة ثانية تقول لك انت ما زلت وليد صغير، ما زلت شاب 18 سنة، ما زلت كي حطيت ساقيك في الدنيا. معناتها هي تقول لك ما عندكش مورد رزق باش تعيش عائلة أصلا وتوكلها وتشربها وتلبسها. وانت قلت لي لاباس عليك، عندك أرض وقاعد تخدم في الفلاحة وكذا. سي علي وانت ها قلت لها عندك ما نعرفش سي علي لواجات و سي علي. انت قلت لها عندك لواجات ولا؟ اسمع لا قل لي هذه، قلت لها عندك لواجات ولا؟ اي قلت لها عندي لواج. انت عندك وريضة. لواج ولا ما عندكش؟ انا وريضة هذايا مغراوي. عندك انت؟ عندي واحدة انا وريضة. هاو عنده واحدة هو وريضة وموجود ريضة ونعيطوا له زاد. اي معناتها انت عندك الاوراق الكل يا محمد امين، انت عندك مورد رزق. اي عندي فلاحه وجوها مجمع، وقت الجو صوروها شافوها الكل وشافوا حتى يعني مصوره والحمد لله. اي تنجم تمشي وتشوف وتشوف الوثائق والحجج زاد. باهي علاش مشيت للوتيل محمد امين وتعرف هز معاك مرتك معناتها وليله عرس داخل الوتيل؟ لا مش ليله العرس. ليش فلوس؟ لا مش ليله العرس، بعد العرس بنهارين كلمتني هي. اي اي علاش مشيت بلاش فلوس؟ ماني انا في نفزه وما لازمش كيفاش نهرب هكا على ما خاطر باش نمشي باش تقول لي وين ماشي وين جاي باش تشك فيا. وليت طلعت بعثت ولد خو رضا هذايا صاحبي على اساس باش يجيب الفلوس. أي. يا اخي مشي وجي ما جاب شيء. مشينا لوتيل اخر بتنا فيه من غدوك هي روحت وبطاقتها بعد مشيتني خلصت وهزيتها ورجعتها لها بطاقتها، زعما ما فكتها لها اني رجعتها لها. ما انت خلصت انت لوتيل بعد؟ اي هاي بطاقتها عندها. هاو خلصت هو بطاقة ما جاتكش؟ لا ما خلصش هو. انت مشيتي خلصتي؟ امه اللي خلصت، امه هي اللي جابت البطاقه تعريف. لا هي جابت البطاقه ونهار اللي جابت البطاقه تعريف هو طلبها قالت له راني صايي ما ديت بطاقه تعريف بتاع بشرى، قال لها علاش تمد لها فيه؟ اي قلت لها علاش تمد لها فيه؟ حبيت نفكها لك انا بطاقه تعريف باش نكذب عليك. حبيت نفك لها في بطاقه تعريف. حبيت نفك لها بطاقه تعريف باش ترجع هي، باش زعما باش نهبط فيها بطاقه تفتيش. باش نكذب عليك؟ شو عندها؟ باش نهبط فيها بطاقه تفتيش عند مركز الشرطة. خاطر قالوا لي جماعه الشرطه ماي مرتك قايت على صدق كانت تصير فيها قل حاجه تموت ولا حاجه انت المسؤول عليه. خوفتني الوقت هذاك وامي هي رجعت لها بطاقه تعريف من غير ما نعرفني. انا حسب اللي فهمته انه العلاقه بين ام محمد امين وبشرى باهي ولا انا غلط؟ يعني علاقتي معاها اللي وقتاش وليتوا صاحب انت وياها؟ علاقه بركه تحكي معاها. وقتاش وليتوا صاحب انت وياها؟ بعد ما حطمتيني انا وليتي صاحب انت وياها؟ بعد ما عركت على خاطرك وقداش من مره نتعاركنا وياها ونوصل للمركز وندافع عليك عندها وليتي انت وياها صاحبه؟ هاي تكرك وتقول عليك صاحبه هي وامك شنو هي المشكله؟ هاي تقول عليك في كلام مشو. هاي قالت لي عليك كلام مشو. نورمال. هي انت وياها صاحبه علاش نهار اللي ضربتك ما حزتش عليك مال؟ محمد امين علاش انت قاعد بشوي قاعد تشعل فيها نار بين امك ومرتك ولا شو حكايتك؟ مش نشعل فيها هذاك الواقع. يا وديدي جاي يتصالح وتسامح تشعل في النار؟ هذاك الواقع سي علي. بين امك ومرتك يا راجل. اي هذاك الواقع. على الاقل اسكت ما تقولش. ليه الواقع ولو صحبه بعد معناها ما كل شيء فاق. ما استر ما استر الله. وقت اللي تفاهمت انت وياها على الطلاق معناها وليتوا صحبه. اقتنعت هي تقول لك سي هذاك باش تطلقه وليتي انت وياها صحبه. علاش ما كنتوا الصحبة قبل العرس ولا نهار اللي هبطتك النفزة وباش نعرس بيك والشرطة تحصر فينا؟ نسيتيها هذيك؟ مش كنت صحبة الوقت هذاك. بشرى جاوب. أنا ما عندي ما نجاوب برسمي أنا قسما بالليل يحكي فيه هذي الكل. رئيس المركز موجود شدنا وقتها في الليل. شدكم بوين؟ شدنا في الليل ونحن هربي. ايش جال هنا استنى
وين شد؟ شدنا في البلاد غاديك وقت الهبط هاني لأمه ومشيت قلت لها ربي شنقايد صداك أمه كلمت علينا الشرطة وهربنا نحن في لواج متاع رضا هضايا جاء فوضى عملها انت اي ده قيس وليلى معناتها روميو وجولييت حب لا يرى الشمس في الليلة يا ليتو كان جاي في الشمس ها يا رومي والله العظيم يحصر فينا رئيس المركز اسأله كيف يوصل موقف شبيهم عليك اعوان الامن انت البوليسيه ما يتحرش فيها مم علي عندك مشكله معاهم تحرش فيها مم علي وقتها رئيس المركز احسن كونجي وشاد في بلاصته عبد الله ولا رئيس المركز كل كلمه برئيس المركز اي كيفاش تو ها كيفاش تو سي محمد امين هذا كل واقع سي على اللي حكيته لك وفما شهود زاد كاني نكذب عليها تقول نهار تهبطك للبلاد على اساس مشينا لامك عادل الشاد ما حبش يكتب لنا قال ما تجيني امك وقت طلعت لها تو وقتها تفدليك يا محمد امين تو انت كاتب عليها صداق اي تحبها ولا بتبيع يا بوش الراجل هذا هذا راجلك راه قدام ربي وقدام القانون وزيد سي عليه بعد ما ضربتها نهار تضربتها اسهل في نفزه وش عملت بعد ما ضربتها منها زعما رميت روحي قدام كرهبه من الله 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 هذا حب مش كبير هذا حب شيء قوي هذا يا بنتي هو ضربك منه وشعر الأربعة يروحوا منه بشرى نرجع ونقول لك أخطأت فدليك توا راه قدام ربي وقدام عباد والسيدة ذايا وقدام القانون هذا راجلك راه يحبك باهي راجلي ويحبني راجلي خلي مرته ليش مصروفة حتى أنت متعارك أنت أنا نبعث لك قداش من مرة نبعث لك ونخليك عند ماها تكلمي قداش من مرة جيت مره بدايه وصلتهم لك وقلت لي راني مسحقيتهم جيت ركبت من غاديك وجيت لهنا وخليتهم لك عند ماهر وروح كيفاش انت بعيده في شيء شبيك ما كريتليش دار كي انت عندك ومتفضل على الدنيا الكل انا قلت لك نكرو في تبرقه ما حبيتيش قلت لي ايه من الاول وبايك وافق ومن بعد قلت لي تمشي معايا بابي يشوف الدار تكتب الكونترات وباسمي تعطيني المفتاح قلت لك باه ومن بعد درتي مع صحابي تكلم وبوفا شنو كذبت على بابا شنو قلت له فاش باك كذبت عليه شنو قلت له ما قلتلوش راني نحط لها في الكونت نتاعها 10 ملايين ونشري لها كهرباء ونعمل لها شنو عاد المنفذ معانا الوقت هذاك وزعما وراهم بايك كيفاه زعم الفلوس باش نحطهم قلت له باش تاكد على بنتك هاو قدام عاد المنفذ والاستاذ هيكل المجري مازال حي باهي الفلوس هذوك منين جبتهم ما خديتهمش من عند احمد اي ما انت مالك ومالي منين خذيتها علاش خذيتها من عند احمد هما ورينا واحمد عندنا ما قلت انا علاش ولا ما قولش ولا انا نسكت خير لا قول كان تعرف حاجه تكلم باهي سي علاء ريت الفلوس اللي يحكي عليهم هو والدار اللي يحكي عليها ما عرفش انا ما شفتش 10 ملايين ولا المهم فلوس المهم فلوس خذيها من عند احمد علاش مش وليو اين يدخلوني نخدم معاهم نهبط معاهم للجزائر نجيب معاهم في نقول ولا ما نقولش اي يتكلم اذهب اي اذهب كنترا زبط لا كان اذهب بطريقه قانونيه علاش اذهب نورمال باهي سامحني زطلة داخله زيد في المواد المخدره داخله ذي زطلة زطلة ويجيبوا فيها سامحني انسان يحب مرته يعطي نمروها يفرق نمروها من واحد لواحد كل مره يكلمني واحد شوفني انا من حارتي عرفته هو لحد الان قداش من بيس بدلتها علاش نبدل في البيس بينما كنت بيس وحده انا قبل علاش نبدل في البيس كل مره يطلبني واحد اعطاني نمروك شكون انت محمد امين انت فرقتيه عند العباد الكل نمروك انا فاق بيه عند الناس الكل واحمد اللي تحكي عليه نحن باش نخدموا هذه كيفاه خدمنا باش نخدموا هذه قلنا لك زطله محمد امين ما فهمش منها سي علي واش من زطله باش يزيد هي قال
تفهمنا باش تمشي معانا للجزائر تاخذ سلعه كوبرتير تذهب وتبيعها مش ممنوعه هذي. ونتالي بالتالي الجزائر ما مشيت لها الجمله. واحمد ضاينا قري فيه يمشي يعبي في المازوت للكهرباء ويروح. والديوانه تعرفه والناس الكل اللي يعرفوها يلعب انسان نظيف. مشيت معايا نهار وجبت حاجه. بطبيعه الحال انا ما نمشيش معاك. ريتني؟ ما نمشيش معاك. مالا كيفاه انت توهقتها من مخك الحكايه هذيا؟ علي صاحبك هو اللي طلبني وقال لي الحكايه هذيا. هو قال لك هكا فما وحتى اذا كان هو يعملها باش يقول لك هو بهي من لهالدرجه باش يجي يقول لك راه اي هو قال لي راه هكا وهكا وهكا. بشرى قال لي تحب تقبل ولا ما تحبش تقبل سينو برا امشي طلق راه راجلك هكا مش يعمل فيك وهكا مش يعمل فيك. هو قال لك هكا نطلبوها احمد تو شنو هو؟ نطلبوها غادي يفك علينا من احمد يا محمد امين اصي عليها انت وهي تحكي في حكايه تدخل فيا للحبس بها. لا 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 بالك لا هي وصلها كلام راهو وصلها كلام عاودته لك. اي معناها انا تو كي نمشي للجزائر الديوان غاديك يعودوا يشكوا فيا انا. بهر ضم في استنى ما انت ما عندك شيء ولا؟ ما عندي شيء والحكم الكل يعرف. لا ما عندك مناش تخاف. ما نخاف من شيء خاف كان من ربي. هكا ما عندك مناش تخاف. ما نخاف من شيء. ما عمرك ما جبت مخدرات ولا زبط؟ لا ولدي عمري ما خدمت هالخدمه هذيا. هكا هو ما دامك نظيف شنو هي المشكله؟ نظيف معروف بالقدا زاد. هكا هو الحاكم الكل يعرفني. هكا هو شكون؟ بيقول لك انا علاش الحاكم الكل يعرفك؟ لحظه برك علاش الحاكم ايه هو ديما علاقته باهيه مع ولا الحاكم محمد امين. نعم تقف خويا بشرى تقف بحذايا وتشاهد زوز تدفزات. بشرى بشرى كما قلت لك قبيليكا هذا يا راجلك قدام ربي قدام العباد وقدام القانون يحبك وصادق يبدو لي حسب ما سمعته انه جايين لهنا دليل صدقه يحب يرجعك. عمل غلطة كبيرة انه ضربك قدام الناس. خليتك اجي يضربني برك. يمكن غلطت غلط كبار اخرين ما حبش يقول عليها وانت تعرف. جاي فسر حكاية لوتيل ما غلطت حتى غلطة. عاد قلت ضربتها. اي ضربتها ما استعرف. لكن غلطة كبيرة. قلت لها سامحني. نتجاوزوا. السيد طلب منك السماح وقال لك سامحني. راني غلط في حقك يحب يرجعك للدار وترجعوا زوز ازواج بالقانون وبالشرع وبالوحدة. اما انا عندي سؤال يا محمد امين. نعم انا هي الدار قبل ما نسالها هاني جاي. قبل ما نسالها يفتح الستار والا لا؟ تو هذه مرتك كي انت باش ترجعها وين باش تسكنها؟ في الفيرم. هذا اضعف الايمان. في الفيرم. انا فيرم. فيرم تاع جدي. مع امك وبوك ولا؟ لا بعيد على امي وبابا بستة كيلومتر في الريف البر. تبعد على معناتها عندك دارك وحدك دار اي دار ما شافوها الجماعه وتنجم تمشي تشوف. وهي تعرفها الدار هذه بشرى؟ ما تعرفهاش خي وقتاش قعدت معايا حتى باش تعرفها. بشرى تحب تعطي فرصه لراجلك وتمشي تشوف الدار وتصلح ما يمكن اصلاحه. يفتح يا بشرى هذا الستار نعم ام لا؟ لا. جواب نهائي؟ نهائي ما عنديش حتى حاجه تربطني بيك. شكرا لك بشرى. بشرى الى اللقاء. محمد امين اقعد تفضل. محمد امين يمكن انت غلطت غلط اما انا بكل ايه صراحه ايه غلطت وهي ما غلطتش؟ لا 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 مش هذا الموضوع. انا تظهر لي اللي انت صادق سانسار ماما معناتها انا ظهرت لي اللي انت صادق يعني تحب تتهمني التهمه انت فم معناها انسانه تحب ترتاح مني جمل باهي اسمع شوف محمد امين انت ما زلت صغير عمرك تبارك الله 18 سنه وما زلت كي غير حطيت سقيك في الدنيا باهي ونعطيك نصيحة خو كبير تقبل مني ولا؟ حتى كيف تعرف بنية حلال واحدة أخرى
في يوم من الأيام. لا هي مش باش نطلق، كان يحب الرئيس يطلقها وخليه يطلقني، مش باش طلقني باش نكبش فيها حتى تبقى على ذمي، كل يوم نطلع لها عدل منفذ وما تشوف هي هي أنا. ليه ما نطلقهاش؟ وشنو هو الغاية وش باش تربح؟ تو الغاية نروح بها بالقانون. انا حبيت جيت لهنا باش ما نعمل لها شو، انا نجم نطلع لها عدل منفذ واذا ما عنده كل جمهوريه بالقوه العامه تروح بالسيف عليه. اي اما انا ما حبيتش نعملها الحاجات هذه. هي تنجم تطلب الطلاق ان شاء، تعرف القانون في تونس المراه تنجم تطلق الرجل ان شاء. نطلبها انا بغرامه ماليه. موضوع ما تنجمش تدفعها هي الغرامه، وتعرف هي وش علاش الغرامه. يا محمد امين تبعني يا شيخ، راي المشاعر والاحاسيس مش بالقانون ولا بعدول التنفيذ. كل شيء بالسيف كان الحب الكيف يا اخوي. الحب مش بعد المنفذ وبرئيس المركز. مش تحبها بالضرب بالقوة بالقانون؟ مرة ضربتها بارك. بالبوليسية ليه؟ معناتها تو هي كي ما تحبش تجيك يا محمد أمين. شنية العيشة مع مرأة ما تحبش تجيك وما تحبكش؟ مش عيشة هذي. وأنت مازلت صغير تنجم طلقة، مازلت عندك الدنيا كله تنجم طلقة بنية حلال أخرى. وانا نعطيك نصيحة خوك كبير يا محمد امين، اذا كانت عرفت على بنية احلال اخرى خذها من عندي هذي، راهو فما قبل العرس ما يسمى بالخطوبة يا اخويا. اخطب وفي الخطوبة تنجم تعمل عويم عويمين، تعرف البنية بالقداء مش عرفتها في جمعتين تطلبش في جمعتين. شجعني في العرس نتاعها واحد جاري اسمه ريضال واجيس. تخاف غدوة يجي راجل تخاف؟ شجعني عرس بها مش تتلقى خير منها من معناها شجعني. انسان تشجعت وهم يرحم والديه وقف معانا ما عنده حتى غايه. ما مش كل واحد يشجعك صاحبك على مراه تمشي تخوها معناتها. اما هي قالت لي بقي لها هبط 20 واحد يستنوا فيا وين العاد. تو ربي ما سهلش، وحسب اللي فهمت انا انه المكتوب ف ما بيناتكم، اما ما يمنعك حتى واحد من انك تحاول. حبيت نحاول معاها لهنيك اخوك بيه. انا حبيت نحاول معاها لهنا معناها ما حبيتش نلتجا حتى القاضي نتاع الطلاق، حبيت زعما باش نجبدها. وبالرغم نيرة انا مقدمها مش هي المقدمه قضية الطلاق. يا اخي نحب نعرف نغايتها عليها كي هي ما تحبش، وعلاش ملوا الفرحه للعرس وتجري وتنقص وشنو غايتها؟ ولتني باش نهزها للجزائر ونخدم بها الكونتر. محمد امين حسين اللي نحب نقوله لك، للاسف اللي ما لقيناش حل، اما ربي وجهك خير وان شاء الله في الايام القليله القادمه نسمع عليك اخبار طيبه. شكرا لك محمد امين، ان شاء الله نسمع عليك اخبار طيبه. باهي هو 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 راه واحد كي واحد يحب يستحسن باهي انه واحد يعرف مش حاجه خايبه، اما مش باهي كي عرس التسرع حك راسك تك نمشي نعرس وتنتهي الحكايه. راهو العرس مش لعبه، مسؤوليه حاجه جديه، يلزم دار يلزم عمل يلزم انسان يصرف على عائلته، يلزم الانسان يتحمل المسؤوليه وماذا بينا ايضا.